إلى حياة كريمة، حيث قامت مؤسسة حياة كريمة في الإسكندرية بتوزيع نحو 45 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا. يأتي ذلك في إطار مبادرة وصل الخير في المحافظة، وخاصة مركز ومدينة برج العرب وقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة في الإسكندرية. محافظة اسكندرية وزعت تقريبا أكثر من 45 ألف كرتونة على الأسر الأكثر احتياجا. طبعا استهدفنا في المقام الأول قرى مركز مدينة برج العرب، قرى مبادرة حياة كريمة، والقرى الموجودة في نطاق حي العمرية أول وحي العمرية تاني، ده بالإضافة طبعا إلى باقي الأسر الأكثر احتياجا في مختلف أنحاء المحافظة. طبعا شغل مؤسسة حياة كريمة كان خلال الجمعيات القاعدية كانت موجودة في مختلف الأنحاء، خاصة المناطق الأكثر احتياجا. ساهم معانا فوق ال 100 متطوع من مؤسسة حياة كريمة، بالإضافة طبعا فريق عمل مؤسسه حياه كريمه من المنسقين تجاوز العشرة. يمكن زي ما قلنا احنا استهدفنا الاسر الاكثر احتياجا تقريبا اكثر من 45 ألف كرتونه.